التسمية النائب الأستاذ فرحان سلام. أهلا بكم إلى الصباحية من تلفزيون مستقبل وفيها. هي كما يبدو جيدة وطيبة عند كل القوى السياسية. الرئيس سلام يبدأ اليوم استشارات التأليف بجولة على رؤساء الحكومات السابقين. حركة ناشطة عشية التئام هيئة مكتب المجلس والهيئة العامة لإقرار تأجيل تقني للانتخابات. الله أكبر. الله أكبر. الجيش الحر يسيطر بالكامل على حي جوبر الاستراتيجي بدمشق، وإسرائيل تشل إلكترونيا. صباح الخير. عنوانان يشكلان محور الحركة السياسية هذا الأسبوع. أولا، الاستشارات التي سيقوم بها الرئيس المكلف تمام سلام بدءا من اليوم لتأليف الحكومة، وثانيا التئام هيئة مكتب المجلس هذا الصباح عشية أعمال جلسة الهيئة العامة يوم غد من أجل تمديد المهل الدستورية لإجراء الاستحقاق الانتخابي. وتكلل هذان العنوانان أجواء من التفاهم عكستها المواقف في اليومين الماضيين، ولعل أبرز هذه المواقف ما أكد عليه الرئيس سلام في حديث لتلفزيون المستقبل، إذ توقع سهولة في تأليف حكومته ووصفها بحكومة الانتخابات بالدرجة الأولى. تأسيسا على ما حصل في التكليف من إجماع، آمل أن ينسحب ذلك على استشارات التأليف. في رأيي أن النوايا كما يبدو جيدة وطيبة عند كل القوى السياسية للوصول إلى التأليف وللتوافق من حول حكومة. نحن نقول أن حكومة انتخابات. نعم. وكان لي موقف اعتمد عنوان المصلحة الوطنية. نعم. حكومة المصلحة الوطنية، والإفراج عن الشكل النهائي سيتطلب الكثير من التداول والمشاورات مع تلك القوى. بقدر ما نبعد لبنان عن الانزلاق فيما له علاقة بالمأساة السورية، بقدر ما نحصن وضعنا، وبقدر ما نؤمن وحدتنا، وبقدر ما نسمح لسلبيات الذي يحصل في سوريا أن ترشح إلينا في لبنان، أو نحن نذهب للتفاعل معها في سوريا، بقدر ما سنعرض أنفسنا ولبنان للخطر. سؤال أخير وسريع، قرار الحرب والسلم بيد من يجب أن يكون في لبنان؟ الدولة اللبنانية، لا أحد آخر. شكرا. وبالتالي من هنا كان الطرح الذي سعى إليه فخامة رئيس الجمهورية بعد إعلان بعبدة من ورقة عمل استراتيجية دفاعية متكاملة، ونحن نؤيد ذلك ونتمناه. وأعتقد أن كل مخلص في البلد، حتى المقاومة في البلد، بحاجة إلى هذا البعد لتتحقق الوحدة الوطنية بكامل معانيها. دولة، قوة الدولة، عز الدولة، مكانة الدولة هو مكانة كل اللبنانيين. ضعف الدولة هو ضعف لكل اللبنانيين. فنعم، نحن مع كل ما يعزز هذه الدولة وهذا الوطن. ومن هنا نحن ندعو إلى انتخابات عامة، لأننا نعتبر أن تعزيز المؤسسات الديمقراطية في ظل نظامنا ودستورنا الديمقراطي هو ما يضمن لنا أن تكون حلبة الصراع السياسي في إطرها ومؤسساتها الصحيحة. سلام يقوم اليوم بزياراته البروتوكولية لرؤساء الحكومات السابقين على أن يجري استشاراته مع الكتل النيابية يومي غد وبعد غد في مجلس النواب، وكان أمس واصل تقبل التهاني في دارة العائلة في المصيدبة.
والصدارة آل سلام في المصيدبي بالشخصيات والوفود الشعبية لتهنئة رئيس الحكومة المكلف تمام سلام بتسميته. سياسيون ودبلوماسيون تقاطروا إلى الدار متمنين لسلام النجاح في مهمته ومؤكدين على ضرورة الإسراع في عملية تشكيل الحكومة والحفاظ على أمن واستقرار لبنان. نحن نركز على المعايير والعناوين الأساسية العامة التي ذكرتها، وهي التأكيد على تعزيز الوحدة الوطنية، الاستقرار، استطباب الأمن. أولوياته هي منسجمة مع السياسة الروسية تجاه لبنان التي تركز على ضرورة الحفاظ على الأمن والاستقرار في هذا البلد والحل لكل القضايا. واجب كل اللبنانيين حماية تكليف دولة الرئيس سلام بسبب عنوانه الاستقلالي، وأعتقد أن الجميع سيكونون متعاونين بصيغة أو بأخرى، خاصة أنه الرئيس سلام فتح الباب أمام كل الصيغ المنطقية العاقلة التي تؤكد أن هذه الحكومة من غير المرشحين، أما باقي الأمور فكلها خاضعة للنظام. كما زار الرئيس سلام مهنئا وفدا برئاسة مدير مكتب الرئيس سعد الحريري نادر الحريري، يرافقه مستشار الرئيس الحريري غطاس خوري. برقية تهنئة تلقاها الرئيس المكلف من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز، أكد فيها باسمه وباسم شعب وحكومة المملكة الحرص على الاستمرار في تنمية العلاقات المميزة بين البلدين ودعم كل ما من شأنه أن يساهم في استقرار وازدهار لبنان. برقيات واتصالات تهنئة تلقاها سلام من ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن عبد العزيز والبطريرك الماروني الكاردينال مربشارة بطرس الراعي ورئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية سمير جعجع. بعد تقبل التهاني يبدأ الرئيس سلام الاثنين مخاض التأليف يجول على رؤساء الحكومات السابقين في زيارات بروتوكولية، على أن يبدأ الثلاثاء الاستشارات النيابية غير الملزمة في مجلس النواب. تلتئم اليوم هيئة مكتب المجلس النيابي بدعوة من الرئيس نبيه بري لوضع جدول أعمال جلسة الهيئة العامة يوم غد الثلاثاء. وقد بات واضحا أن الجدول سيتضمن بندا وحيدا، وهو تمديد مهل الترشيح بما في ذلك تأجيل الانتخابات النيابية ريثما يتم إقرار قانون جديد. وبدأ جميع الأطراف في تسابق مع الوقت من أجل التفاهم على مخرج لتأجيل تقني للانتخابات يدفع الموعد 3 أشهر لإجراء الاستحقاق في أيلول المقبل قبل بدء السنة الدراسية الجديدة. عضو هيئة مكتب المجلس النائب مروان حميدي قال للنهار: لذا لن يكون مطروحا على الجلسة أي موضوع خلافي مثل مشروع اللقاء الأرثوذكسي أو المضي بقانون 60 أو التمديد والتجديد لقائد الجيش أو للمدير العام السابق لقوى الأمن الداخلي. ما سنعمل عليه هو تمديد مهلة قبول الترشيحات وتقصير مدة الحملات الانتخابية إلى 1 شهر قبل موعد الانتخاب بدل 2 في انتظار التفاهم على قانون توافقي. وسط هذه الأجواء نشطت حركة الاتصالات والزيارات أمس على خط بكركي قبل مغادرة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي في جولة خارجية تشمل أوروبا وأمريكا. وسيزور الراعي قصر بعبدة اليوم لإطلاع الرئيس ميشيل سليمان على نتائج اللقاءات التي عقدها أمس مع الرئيس فؤاد السنيورة بحضور مستشار الرئيس الحريري محمد شطح والنائب جورج عدوان، كما التقى الراعي النائب ميشيل عون. مصادر مطلعة أشارت إلى أن البطريرك تمنى على ضيوفه الانطلاق في جولة اتصالات ومشاورات من أجل التوصل إلى إقرار قانون جديد للانتخابات. تسهيل عمل الرئيس المكلف وقانون جديد للانتخابات مواضيع حضرت في لقاء رئيس كتلة المستقبل النيابية الرئيس فؤاد السنيورة مع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بحضور مستشار الرئيس سعد الحريري محمد شطح والنائب جورج عدوان. الرئيس السنيورة شدد على أهمية دعم وتسهيل عمل الرئيس المكلف تشكيل الحكومة، لافتا إلى وجود أهداف عدة للحكومة العتيدة أبرزها إنجاز الانتخابات. نأمل أن يتمكن الرئيس المكلف وبدون أي عراقيل أو إعاقات من تأليفها لكي تأتي على قدر طموحات اللبنانيين ورغبتهم في أن ينتقلوا إلى ظرف يشعروا أنهم مرة ثانية أنهم يلجون أبواب المستقبل الصحيح الذي يستطيع أن يعالجوا فيه هذا الكم الكبير من المشاكل. موضوع
قانون الانتخاب العتيد الذي نتمنى أن يصار إلى التوافق عليه، لأن ذلك يؤشر إلى قدرتنا على أن نجدد مؤسساتنا الدستورية ولا سيما مجلس النواب. فبالتالي نحن عبرنا أننا قطعنا شوطا كبيرا وكبيرا جدا عندما قمنا بالموافقة على ما يسمى القانون المشروع القانون المختلط الذي فيه النظام الأكثري والنظام النسبي. وبالتالي نتمنى على يعني الفرقاء الآخرين زملائنا بالوطن أن 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 يقوموا بخطوات باتجاه هذا الأمر لكي نصل إلى التوافق. وكان النائب ميشيل عون قد زار الصرح البطريركي حيث اشترط الابتعاد في عملية تأليف الحكومة عما سماه الكيدية. من جهتنا نحن مسهلين عملية التأليف، ونتمنى أن لا يكون فيها أي إشارة إلى الكيدية السياسية. وكان البطريرك الراعي قد لفت خلال عظة الأحد إلى فرحته بالتوافق على تسمية رئيس جديد للحكومة. لقد عشنا بالأمس فرح التوافق على تسمية رئيس جديد للحكومة، نأمل أن تكمل الأيام الآتية فرحنا بالتوافق على قانون جديد للانتخابات يكون عادلا ومنصفا ومناسبا لجميع مكونات المجتمع اللبناني، وتكتمل فرحتنا وهذه صلاتنا بالتوافق على شكل الحكومة وتأليفها. يشار إلى أن الراعي سيبدأ الاثنين رحلة رعوية يستهلها في فرنسا ويستكملها في أمريكا الجنوبية ليعود إلى لبنان في أواخر الشهر المقبل. أكد منسق اللجنة المركزية في حزب الكتائب النائب سامي الجميل الوقوف إلى جانب الرئيس المكلف تمام سلام لينقذ لبنان في هذه المرحلة الصعبة. سنقف إلى جانب الرئيس المكلف لنتخطى هذه المرحلة الصعبة كما وقف إلى جانبنا. الكلام لمنسق اللجنة المركزية في حزب الكتائب النائب سامي الجميل خلال لقاء مع كوادر الحزب في الفورم دي بيروت. الجميل طلب من الرئيس المكلف تمام سلام ثلاثة أمور: إقرار قانون انتخابي جديد بيأمن التمثيل الصحيح لكل اللبنانيين وبيحظى بأكبر إجماع ممكن على الساحة الوطنية. 2. حماية لبنان من الانهيار الأمني بالداخل وعلى الحدود. 3. رد الثقة للبنان من قبل المستثمرين ومن قبل الخارج. الجميل انتقد أداء النظام السياسي في لبنان المجحف بحق المواطنين، داعيا إلى بناء سياسة قائمة على مشاريع وليس شعارات. حزب الكتائب هو أول حزب طرح مشروع كامل متكامل، وهذا المشروع ما انسحب بعد أشهر من الإنترنت لأنه استحينا فيه. بين فاتورة الموتور 200 دولار، بين السيلولار 100 دولار تنكون منيح، بين البنزين بيوصل أوقات 300 دولار وصلنا له. هذا هو الحد الأدنى طار، بعدين روح اشحاد الأكل، القطاع الخاص مستعد هو يجي يستثمر بالكهرباء بلبنان. هالمليار و200 مليون دولار اللي بندفعها سنويا عجز عن كهرباء لبنان بتصير صفر. سؤال، ليه عم نصر ندفعها؟ النائب الجميل سأل السيد حسن نصر الله عن سبب دعمه للنظام. هيدا النظام يلي انت بتعرف شو عمل فيكن انتو يا سيد، وشو عمل فينا قلنا، وشو عمل بكل اللبنانيين، هل بيستحق انو نعرض لبنان امنيا؟ هل بيستحق انو تبعد شباب من شبابك لبنانيين من الكرة اللبنانية يروحوا يموتوا كرماله؟ وطالب الجميل الدولة بأن تثور على حقها في الدفاع عن حدودها، واعدا باستكمال المسيرة التي سقط من أجلها شهداء حزب الكتائب. وتتابعونا في النشرة بعد الفاصل. الجيش يحبط عملية تهريب أسلحة في عين زحلتة.
قطع أهالي عرسال أمس طريق بلدتهم احتجاجا على تعرضهم للخطف وإطلاق النار على شاحناتهم التجارية من قبل آل جعفر. التقرير لربيع شنطف. هذه الشاحنات التجارية والمحملة بالحجارة والمواشي منعت من إكمال طريقها فقط لأن أصحابها من بلدة عرسال. هؤلاء السائقون افترشوا الطريق المؤدية إلى بلدتهم احتجاجا منهم على تعرضهم المستمر للمضايقات من قبل شبان من آل جعفر، وقد وصلت الأمور إلى درجة إطلاق النار باتجاه إطارات شاحناتهم. التصرفات هذه تأتي بالتزامن مع استمرار آل جعفر بخطف 5 من أبناء البلدة. أكثر من 20 يوم قاطعين هالطريق على الناس، لا حدا لا بيخلي، كلهم بيروحوا بينزلوه بيطيروه بيضربوه وبيخطفوه. اللي عم يجي على نص مصلبيه اللب وعم يفرق شعده وعم يفرق الدنيا كلها سوا، يلاقي شوفير بكب يقوصله بكبه بأربع دواليب وبست دواليب وبيخطفه بيروح وبيمر على الحواجز وبيقول له نحن مخابرات جيش. وين عم يكونوا بالقارب من الحواجز؟ اللي عم يلاقيه بسياحة اللب وقداش بعيد عنه حيز الجيش. نحن بنطلب من الدولة، بنطلب من الجيش اللبناني يأمننا حمايتنا. خلي هالدولة القوية خليها هي اللي تحمينا. منو شايب ان عرسال اللي روح من سنتين حمل القذف وضرب عدورية للجيش؟ لا ابن جعفر اللي قذف انه عاشر قتلي. طالما على نص حيز الجيش عم تتسلح وبتنهين على نص حيز الجيش، وين هي الدولة؟ رئيس بلدية عرسال علي الحجيري حاول جاهدا مع الأهالي لإعادة فتح الطريق التي قطعت حتى 4 عصرا. نحن عدنا من نهار اللي حادث انخطف ابن جعفر وقاعدين بسوريا وقاعدين على الطرقان وبدنا نشوف نجيب ابن جعفر، بس ربعنا ابن جعفر لا عم يردوا علينا ولا عم يردوا على الجيش، المفروض هو الجيش حيحط حد لابن جعفر. بطلب من الرئيس سلام انه يعمل امن بكل البلد، امن متوازن على كل الناس، ما يكون في ايد واجر. هذا بيمرق على حيز الجيش بيقول نحن لجنة أمنية، لجنة أمنية لمن تابعه اللجنة الأمنية؟ لأي بنادق، أي بنادق حميتها اللجنة الأمنية؟ عناصر من الجيش اللبناني كانت قد فصلت بلدة عرسال عن القرى المحيطة طيلة فترة قطع الطريق. أهالي عرسال يؤكدون أنهم اضطروا إلى قطع الطريق بعد أن أدارت الدولة ظهرها لهم كما يقولون، وهم يطالبون الجيش بإعادة المخطوفين وبحمايتهم. من عرسال ربيع شنطف، تلفزيون المستقبل. أعلنت قيادة الجيش عن إحباطها عملية تهريب أسلحة لصالح جهات متطرفة في منطقة عين زحلتة. وفي بيان صادر عن مديرية التوجيه فإنها ضبطت بالجرم المشهود مسلحين بادروا إلى إطلاق النار على الدورية التي ردت بالمثل، ما أدى إلى إصابة أحد العسكريين بجروح وتضرر آلية عسكرية ومقتل أحد المسلحين ويدعى غسان الزعر وإصابة آخر ويدعى محمد سرحان وتوقيف 7 آخرين. وأعلنت قيادة الجيش عن مصادر مخزن للأسلحة المنوي تسليمه، حيث ضبطت بداخله أسلحة ثقيلة ومتوسطة وخفيفة وكمية كبيرة من الذخائر المتنوعة، وبشر التحقيق مع الموقوفين 8 بإشراف القضاء المختص. تظاهر عدد من السوريين في حي السلم وناشدوا خاطفي اللبنانيين 9 في أعزاز بالإفراج عنهم. لم يمض يومان على إقفال أهالي المخطوفين اللبنانيين 9 في أعزاز المحل التجارية التي يشغلها سوريون في حي السلم حتى تحرك هؤلاء. اعتصام أعربوا خلاله عن تضامنهم مع الأهالي رافعين لافتات تطالب بالإفراج عن المخطوفين. نرفض العنف ونرفض كل أشكال الحروب والاقتتال، ونحب السلام ومن يدعو إلى السلام كما دعا جميع الأنبياء إلى السلام. من أجل هذا نوجه كلمتنا إلى الذين قاموا بعمل الخطف للخاطفين الذين قاموا بخطف اللبنانيين القادمين من الزيارات المقدسة أن يفكوا أسرهم، وندين كل اعتداء عليهم وعلى أي مدني في كل بقاع الأرض، وندعو الحكومة التركية للسعي في فك أسر المخطوفين، لأن هذا الفعل يتنافى مع أدنى حدود الإنسانية. أهالي المخطوفين الذين عمدوا إلى إقفال أكثر من 200 محل في حي السلم سيتوجهون في الأيام المقبلة إلى المعامل والمصانع التي سرحت العمال اللبنانيين واستبدلتهم بآخرين من التابعية السورية، وذلك في إطار الضغط على المعنيين للإفراج
عن ذويهم. وتتابعونا في الصباحية بعد الفاصل. مراسم تشييع أقباط في القاهرة تتحول إلى اشتباكات عنيفة مع الأمن المصري. أعلن الجيش السوري الحر سيطرته الكاملة على حي جوبر الاستراتيجي بدمشق، فيما أعلن ناشطون سوريون مقتل أكثر من 110 أشخاص قضي غالبيتهم في حلب جراء غارات عشوائية من الطيارات الحربية. القصف براجمات الصواريخ على حي العسالي. هذه اللحظات هي الواقع المرير الذي يحدث في سوريا في كل يوم وفي كل ساعة، فعصابات الأسد تقتل شعبا أعزل لا يملك ما يدافع به عن نفسه. البداية من العاصمة السورية دمشق، حيث قطع الجيش الحر الطريق الرئيس الذي يربط بين درعا ودمشق التي تشهد صراعا ضاريا للسيطرة على أحيائها، فيما أعلن الناشطون سيطرة الجيش الحر على حي جوبر الاستراتيجي الذي استهدفته كتائب الأسد بالطائرات الحربية والغازات السامة، سعيا منها لإغلاق أبواب العاصمة أمام الثوار، كما تدك الدبابات حي القابون بالتزامن مع قصف براجمات الصواريخ على أحياء جوبر والتضامن وأحياء دمشق الجنوبية، وسط اشتباكات عنيفة في محيط أحياء جوبر ومخيم اليرموك، فيما انفجرت سيارة مفخخة بحي مساكن برزة. الله أكبر. أما الريف الدمشقي فتعرض لقصف من الطيران الحربي والمروحي، طال بلدات عدة إضافة إلى مناطق في الغوطة الشرقية، فيما دارت اشتباكات عنيفة في مدينة دارية ومحيط بلدة العتيبة. هذا وتم إطلاق صواريخ سكود من اللواء 155 في القطيفة في الريف الدمشقي باتجاه الشمال السوري. القصف العنيف بالمدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ تجدد على أحياء حمص المحاصرة وسط إطلاق نار كثيف من حواجز النظام على حي الوعر، في حين قصف الطيران الحربي قرية آبل التي شهدت اشتباكات عنيفة بين الجيشين السوري والحر. المدفعية الثقيلة استهدفت كذلك ريف حمال جنوبي بشكل عنيف، فيما أغار الطيران الحربي على حي السكري في حلب ما خلف مجزرة مروعة جراء سقوط المباني على رؤوس قاطنيها. غالبية قرى جبل الزاوية بريف إدلب كانت هدفا لمدفعية النظام، فيما قصف الطيران الحربي مدينة الرقة ولا سيما بعد تحرير الجيش الحر كتيبة الاستطلاع والمدرعات التابعة للفرقة ذاتها. جدد وزير الخارجية الأمريكية جون كيري من اسطنبول دعوة الرئيس السوري بشار الأسد للرحيل، واتفق مع تركيا على عقد اجتماع لمجموعة أصدقاء سوريا في أقرب وقت ممكن. وبعد محادثاته في اسطنبول مع نظيره التركي أحمد داود أوغلو، أكد كيري أن عملية الانتقال السياسي في سوريا تقتضي تحركا سريعا، شاكرا تركيا على الضغط الذي تمارسه على نظام الأسد. في مصر دان مجلس الوزراء أحداث الكاتدرائية في العباسية في القاهرة واصفا إياها بأنها تصرفات فردية غير مسؤولة، وقال إن محاولة تصوير هذه الوقائع على أنها فتنة طائفية لن تنال من وحدة الوطن المتماسك والمتسامح. وكانت وزارة الصحة المصرية أعلنت مقتل شخص وإصابة 84 آخرين في اشتباكات بين الشرطة المصرية ومسيحيين موجودين داخل الكاتدرائية عقب تشييع 4 أشخاص توفوا في مواجهات الجمعة بدلتا النيل. تتوقع الإدارة الأمريكية تصعيدا كوريا شماليا خلال الشهر المقبل، فيما أرجأ البنتاغون اختبار صاروخ عابر للقارات إلى موعد لاحق في محاولة من واشنطن لتفادي أي توتر جديد مع بيونغ يانغ. وعلى وقع التوتر بين الكوريتين أوضحت سيول أنها تستعد لأي استفزازات، فيما سيضع الجيش الياباني جنوده في حال تأهب استعدادا للتصدي للصواريخ الكورية الشمالية في حال إطلاقها. هذا وأبدت الصين قلقها من تزايد التوتر في شبه الجزيرة الكورية، مطالبة كوريا الشمالية بحماية دبلوماسييها وطاقم سفارتها بموجب القانون والأعراف الدولية. وفي الختام يبقى التذكير بالعناوين. النوايا كما يبدو جيدة وطيبة عند كل القوى السياسية،
الرئيس سلام يبدأ اليوم استشارات التأليف بجولة على رؤساء الحكومات السابقين. حركة ناشطة عشية التئام هيئة مكتب المجلس والهيئة العامة لإقرار تأجيل تقني للانتخابات. الله أكبر. الله أكبر. الجيش الحر يسيطر بالكامل على حي جوبر الاستراتيجي بدمشق. ختام النشرة، ألقاكم عند الساعة 8:00، إلى اللقاء. تسمية النائب الأستاذ فنان سلام.